السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: أمريكا تفشل اجتماعا خليجيا بشأن اليمن مع رفض الحوثيين لعرض مغري. وإلى التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين إفشالها اجتماعا خليجيا بشأن اليمن، وذلك في أعقاب اجتماع وزاري في البحرين. ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤولين في إدارة بايدن بأنه تم إبلاغ المسؤولين الخليجيين بأنه لا يمكن السير بأي اتفاق مع اليمن دون وقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الوكالة إلى إطلاق الجانب الخليجي على العرض الأمريكي الأخير لمن وصفتهم بالحوثيين، والذي كان من ضمنها دفع مليار ونصف المليار دولار لصنعاء كمرتبات للموظفين. وكان مسؤولون أمريكيون التقوا قبيل اجتماع البحرين بمسؤولين خليجيين أبرزهم أمين عام المجلس. ويأتي الكشف الأمريكي عن هذه التحركات عقب صدور بيان المجلس المنبثق عن اجتماعه الوزاري في البحرين. وظهر البيان متناقضا تماما، ففي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن دعم حكومة عدن وإجراءاتها التصعيدية أكد أيضا دعم سلطنة عمان والمبعوث الأممي للأمم المتحدة للسير باتفاق السلام الشامل. ويعكس التناقض حجم الخلافات داخل المجلس بفعل الأجندة الأمريكية، إضافة إلى عدم قدرة المجلس على تبني موقف خارج عن الإدارة الأمريكية أو عن الإرادة الأمريكية. وكان يتوقع أن يدفع الاجتماع باتجاه تقدم في مسار السلام باليمن. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.